خبر حزين جدا نتفاعل معه كثار في العالم العربي أمس وما زال التفاعل معه مستمر. فبالأمس الكل ودع الفنانة القديرة دلال عبد العزيز اللي غيبها الموت عن عمر يناهز 61 عام بعد معاناة استمرت أكثر من 3 شهور بسبب إصابتها بفيروس كورونا. ورغم أن دلال عبد العزيز من مدة طويلة كانت سجلت مزحة سلبية، لكنها مع ذلك ظلت تعاني من مضاعفات الفيروس اللي سبب لها تليف كبير في رئتيها وبالتالي حاجتها للأكسجين بنسب عالية. وبحسب عدة مواقع وصحف مصرية فقبل وفاتها عانت الراحلة من توقف في الكلى ومن ثم توقف بعض أجهزة الجسم ثم القلب. وبالمناسبة قبل ساعات قليلة وصل جثمان الفنانة القديرة لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة وتشييعها لمثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل. كاميرا تفاعلكم كانت حاضرة وخلونا نتوقف مع بعض اللقطات. وبالمناسبة وفاة دلال عبد العزيز بتجي بعد تقريبا 3 شهور من وفاة زوجها سمير غانم اللي رحل عن عالمنا عن عمر 84 سنة متأثرا أيضا بمضاعفات كورونا. فالزوجين اتشاركوا الحب والفن وحتى المرض. فمن المعروف أنهم أصيبوا سوا في إبريل بالفيروس وتم نقلهما سويا للعناية المركزة. لكن حسب ما هو مؤكد فدلال ما كانت على علم بوفاة زوجها لأنه كان من الصعب إخبارها نتيجة لتدهور حالتها. لكن يبدو أنه دلال كانت حاسة بوفاة سمير غانم. فحسب تعبير الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها دنيا سمير غانم واللي هو أصلا نقل كمان خبر وفاتها، قال إنه دلال ما حبت تسيب حبيبها لوحده فقررت إنها تلحقه. كمان بدوره الفنان حسن الرداد زوج ابنتها إيمي سمير غانم اللي هو كمان أكد أيضا الخبر الحزين، كشف في منشوره عن سؤال دلال المستمر عن سمير خلال مرضها طوال الوقت. طبعا قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز تعتبر من رومانسيات وأشهر قصص الارتباط الناجح في الوسط الفني والمعروفة بقوتها واستمرارها لسنوات طويلة رغم فارق العمر بينهم وهو 23 سنة. وحكاية الحب بدأت وقت ما تقابلوا لأول مرة في 81 خلال كواليس مسرحية أهلا يا دكتور اللي قدمها سمير غانم وشاركته فيها دلال عبد العزيز. ومن هناك أصلا كمان بدأت دلال مشوار فني حافل. خلونا نتوقف مع مجموعة سريعة من أبرز أعمالها. يلا يا فتح. اتصلت بالوزير شخصيا وأخذت منه جواب ورحت بنفس الملجأ واخترتها من وسط 500 بنت. شفتي بيت فافي حلو ازاي؟ ازيك يا سعيد؟ فافي انت مين؟ انا مراتي يا حبيبتي. طلقتي يا حبيبتي؟ ها انت ناسيه ان حسن جاي النهارده ولازم يجي يلاقيني منوره وعلى سنجة 10. انت متجوزه يا بنت؟ لا. تتجوزيني؟ الله الله الله، اتجوزك ده ايه؟ هو انت عارف حاجه عني؟ عايزه اولع فيكوا وفي البيت وفي نفسي كمان. هي الدنيا بارده قوي كده؟ حاجه؟ حاجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي جربوعه تبقى حفيده مين كبير؟ قطيعه ما تجيبليش سيرته، ده بيحرق قوي يا ليلى. معلش استحملي شويه، ما هو ده بقى بيمص رطوبه، ده خير ان شاء الله. حرام عليكم اتعميتوا، حرام عليكم. دي القطعيه دي خلصت من ايام الحج. من ايام الحج؟ هتصيع يا ماما، ده ابويا كان قد كده اصلا. الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله أكبر.
على فكرة آخر مقطع شفته فعليا كان آخر مشاهد دلال عبد العزيز، وهو من المسلسل الرمضاني ملوك الجدعنة، والمقطع فعلا مؤثر، فهي يعني زي ما شفتوه بتستعد للموت وكأنه جزء من الحقيقة. على العموم تنضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، أهلا فيك معانا، وطبعا تعازينا الحارة، وحضرتك يعني مو بس كنت صديقة وزميلة، أنت أيضا جارة للراحلة، فإذا ممكن تحكي لنا عنها. يعني مش قادرة أسمع كل الكلام، ولا يعني عارفة أنا من امبارح للنهاردة حالتي النفسية تعبانة جدا جدا، ولكن بنقول ده قدر ربنا وده يعني حكمته كده. لكن هي على المستوى الإنساني هي جارتي أولا وزميلة وصحبة صديقة وجدعة ومحسنة جدا جدا بدرجة لا تتخيليها. يعني في ناس يمكن ما ياخدوش بالهم إن في إلها كانت بتبقى ماسكة حاجة دايما، دي كانت بتسبح بيها على طول، ماسكة السبحة ما كانتش بتسيبها أبدا أبدا أبدا. مش عارفة يعني عايزة أقول لك على كل الصفات الحلوة اللي فيها، أم وصديقة وجدعة وصحبة وزميلة ودمها خفيف ومحسنة. لو تشوفي الخير اللي كانت بتطلعه للناس وفي الكتمان وعلى طول تتكلم في التليفون، بس يا بلبل اللي بعتالك دي رد ليها وقوليها على طول، على طول ابتدي رد ليها وقوليها على طول حاجات قرآنية كده، بلبل النهاردة في كذا عايزين نقرأ كذا عشان نعمل كذا، بلبل في فلان عيان عايزين كلنا نقرأ الأجزاء بتاعة القرآن عشان نوهبها له. يعني حاجة من جوه بيضة نظيفة، أم طبعا درجة أولى، خوفها على سمير بدرجة يعني لا تتخيليها، دمها خفيف جدا جدا، صاحبة بقى. كنت شاهدة معاهم على قصة الحب بينها وبين الراحل أيضا سمير غانم؟ لا أنا ما كنتش، لكن أنا أعرف سمير من زمان كصديق، وسمير أول ما قال الخبر قاله لي هو وقال لي أنا هتجوز يا نبيلة، أنا سني دلوقتي بقى كذا، أنا هتجوز وهتجوز فلانة، باركت له ومبروك يا سمير، لأن سمير صديق من الأول، يعني اشتغلت مع أفلام قبل كده. إنما هي دلوقتي يعني أنا كان عندي أمل إنها هتخف وتقوم، ودايما في الواتسابات اللي كنت ببعتها للبنات بقول لهم لا هتقوم وتخف وهتبقى كويسة وإن شاء الله وندعي لها، كان عندي أمل كبير، كان عندي أمل كبير إن ده دور كده وحيعدي من ناري، حيعدي. نعم. لكن إرادة ربنا أقوى من كل شيء طبعا. نعم طبعا، رحم الله دلال عبد العزيز وتعازينا الحارة، وشكرا على مشاركتك لنا هذه المداخلة، أنا عارفة قد إيش هو الموضوع صعب كان عليك. شكرا لك، كانت معنا الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عبر الهاتف، ومن القاهرة أيضا عبر الهاتف تنضم إلينا الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أهلا فيك معنا، وطبعا تعازينا على هذه الخسارة الكبيرة. خسارة كبيرة أوي بصراحة فعلا، وحضرتك كنت متابعة لحالتها. هي يعني بص دلال يعني مش عايزه اقول ملاك، يعني ملك، انسانه ملك، يعني دي طفله بريئه وست خيره جدا، خيره جدا. انا اكتر واحده عارفه هي خيره ازاي، لان انا كتير بتجيني حالات متعسرين ماليا، عايزه اقول لك انا بكلمها من اول الناس اللي اكلمهم، دلال عندنا عمليه كذا ومحتاجين مبلغ، فهنعمل ايه؟ تقول لي انا هكلم امي واكلم دنيا وهشوف، وانا هم معاكي جاهزه وتجمع لي مبلغ منهم هم الثلاثه، وتقعد تفكر معايا طب نكلم مين فنانين بيعملوا ده ونكلم ونظبط، وتقعد تسالني ها جبتي فلوس العمليه بتاعت الست؟ عملت العمليه، هي بقت ما تعرفهاش خالص،
هي كويسه؟ اقول لا لا تمام خرجت وبقى زي الفل، احنا وشنا حلو عليها يعني كده، ونقعد نتكلم. ما فيش مثلا ممكن تصحيني من النوم اكون مثلا في حاجه انا ما عرفتهاش؟ ان احنا عاده لما يكون في حاجه بالليل بنتفق، يعني في جنازه او في مستشفى بنتفق بالليل، يا دلال قفت عليك الساعه كذا بكره، طب تمام ونتفق. لو في حاجه جت بقى وانا نايمه هي بلاقيها صاحيه مصحياني من النوم، بتعرف تصحيني ازاي؟ تكلمني تقول لي نهال قومي في كذا مش عارف ايه، لازم نلحق بسرعه، ولا طب يلا انا هقوم يعني كده. دايما كل كلامنا يعني احنا اصحاب جدا، معشره عمر طويله جدا. وايمي ودنيا كانوا في البوسات في العربيه بتاعت الاطفال. ايوه وحسام كان بيلعب معاهم صغيرين يعني. حضرتك طبعا كنتي معاهم لايمي ودنيا، كيف حالتهم يعني اليوم؟ بصي هم طبعا بص خطتين ورا بعض اشد صحيح. من بعض صحيح. خلي بالك دي عيله مترابطه جدا صحيح. واصلا ام واب صعب فقدانهم الاثنين يعني. عارفه الام والاب الحنينين اللي بيموتوا في اولادهم، اللي بيحموا اولادهم، اللي بيخافوا عليهم، اللي هم حاوطينهم، فهم صعب فقدانهم. في اب وام بيكون الحياه واخداهم، هم لا الحياه ما خدتهمش منهم خالص، فهم مرتبطين جدا بيهم يعني. عارفه اقول لك ما اتفطموش باباهم ومامتهم، ما اتفطموش. فطبعا انك فجاه الاب وراه الام، ده الله يكون في عونهم. لا طبعا حالتهم النهارده صعبه جدا جدا جدا، الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم. وكانت لحظه طبعا احنا في المدافن كانت صعبه جدا، والله يكون يعني الله يصبرهم، لان انا عارفه يعني بعد شويه كمان هيبقى ازاي الحاله، انا لسه مجربه قريب، فعارفه قد ايه بتبقى صعبه. نعم. وعليهم صعبه. ايوه. ف بس دلال انسانه اللي ما يعرفهاش نعم فعلا لا. انسانه غير عاديه. اي هو واضح جدا من كميه يعني الناس اللي راحوا للجنازه اليوم، من الحديث عنها على مواقع التواصل. احنا طبعا بنشكرك على هذه المداخله، واكيد بندعي لها بالرحمه ولاسرتها بالصبر. كانت معنا عبر الهاتف الفنانه نهال عنبر، عضو مجلس نقابه المهن التمثيليه. شكرا لك. شكرا.